شهداؤنا والله يعلم أنهم شهداؤنا سكنوا رحيب جناني هم كالبذور إذا اختفت تحت الثرى ملأت فضاء الأرض بالأغصان عنهم حكينا قصة المجد التي ستظل واهم من يظن أن ثورة الشعوب يمكن أن يطفئها الطغاة أو تموت، قد يعيقونها بعض الوقت، لكنها تعود أكثر قوة وأعظم أثرا. وسنن الكون وقصص التاريخ وعدالة الله كلها حقائق وتجارب تقول أن الحركات الشاذة مهما انتفشت وتمددت لا يمكن أن تهزم إرادة الشعوب أو تنفي أمة بأكملها. وقدر مأرب اليوم أن تكون هي النافذة التي يتسلل منها الضوء ليبدد سواد أعوام الإمامة العجاف التي تسللت إلى حياة الشعب وأطبقت عليه الظلام في ردعة النهار. هنا في قرية ساك بعزلة خميس أبو ذيب بمديرية خارف محافظة عمران كان للحلم سماوات من الوجد وحب للوطن تملأ الآفاق، حلم شارك فيه شهيدون كل الأبطال والأحرار في اليمن حتى عاد الإماميون الجدد ليجددوا واهمين مآسي اليمنيين وعذاباتهم من جديد. لكن أبناء اليمن سيدافعون عن حلمهم بوطن ينعم بالرفاه والتنمية والخير الوفير ولو كلفهم ذلك أرواحهم. الشهيد البطل والقائد الهمام العقيد عبد الجليل علي الصالح أبو ذيبة
من مواليد عام 1972 ميلادية بقرية ساك عزلة خميس أبو ذيبة بمديرية خارف محافظة عمران، متزوج وله 5 من الأبناء، حاصل على بكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة صنعاء. لقد كان الشهيد من مواليد 1972 ميلادي. لقد حصل على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية في جامعة صنعاء، ثم التحق بالسلك العسكري عام 1994، ثم انتقل إلى الداخلية وعمل فيها حتى 2011. ولقد كان من الضلاع الأولى في ثورة 11 فبراير في الثورة الشبابي في صنعاء. كان من خيار الشباب رحمه الله، مع أنه مرموق اجتماعيا، كان شيخ لعزلة من عزل خارف، طبعا ينتمي يعني إلى قبيلة خارف عزلة الصياد محافظة عمران. كان شيخا له باع في يعني في حل القضايا الاجتماعية، وما أن نادى المنادي لتلبية نداء الواجب طبعا للتحرير اليمن من الميليشيا الحوثية، فقد كان أول من أوائل المستجيبين للنداء. القائد هو من وجهاء ومشايخ قبيلة خارف، وهو من أسره عريقة وأسره ثائرة، أسره من الثوار السبتمبريون، ولا ننسى الشيخ المناضل رحمة الله عليه حزام أبو ذيبة، كان أحد ثوار ثورة سبتمبر. التحق بالسلك العسكري عام 1994 ميلادية، ثم انتقل إلى العمل بوزارة الداخلية في إدارة المنشآت العامة، وظل يعمل فيها حتى عام 2011 ميلادية، وهو أيضا عضو في التحالف القبلي وسكرتير لمجلس التحالف القبلي، كما عمل قائدا للواء 141 مشاة. قبل هذا كان له باع في تحالف قبائل اليمن الذي أنشئ على غرار أو في عام 2011. كان الشهيد رحمه الله تعالى من أوائل المستجيبين والملتحقين بالساحة، ثم كان في تحالف قبائل اليمن، كان له إسهامات وطنية كبيرة مع إخوانه المشايخ الوطنيين في صنعاء وفي القبيلة في خارف، بل على مستوى محافظة عمران. الشهيد رحمة الله عليه عبد الجليل أبو ذيبة شخصية غنية عن التعريف، كونه ينحدر إلى أسرة عريقة من أبناء قبيلة خارف، وهو أحد مشايخ قبيلة خارف، وكان له باع كبير في هذا المجال في إصلاح ذات البين بين أبناء القبيلة فيما بينهم، وكذلك كان همه كبير بالنسبة للوطن. شهيد القائد رحمة الله عليه عين في عام 2011 مديرا مكتب اتحاد قبائل اليمن، وبعد دخول ميليشيات الحوثي واستيلائها على العاصمة صنعاء، انطلق القائد الفذ الشهيد رحمة الله عليه عبد الجليل أبو ذيبة إلى منطقة الصمود، عاصمة الصمود، عاصمة الجمهورية مأرب، وبعدها كان القائد رحمة الله عليه من أول المؤسسين للجيش الوطني، وتشكلت على يديه عدة كتائب، وكان له الدور الأبرز في تشكيل اللواء، كما عمل قائدا للكتيبة الثالثة في اللواء 141 مشاة، وخاض حربا ضروسا ضد العصابة الانقلابية الدموية الإرهابية في الدفاع عن مدينة مأرب ومعسكر ماس، وصولا إلى مفرق الجوف وفرضة النهم. عند سقوط العاصمة صنعاء انطلق إلى محافظة مأرب، وكان قائدا لمعسكر الاستقبال في اللواء 141، وكان له دور بارز في تشكيل عدة من الكتائب، وتولى قيادة الكتيبة الثالثة. فقد
رحل من بيته في عام 2015 في بداية تأسيس اللواء 141 مشاهد، وكان من أوائل المؤسسين، وكان قائد، وكان بداية كان يعني قائد كتيبة الحشد، ثم كان قائد الكتيبة الثالثة رحمه الله. وقد ترك أثرا كبيرا، أثرا كبيرا وطيبا في مجتمع القبلي قبل أن ينخرط إلى الجيش الوطني. والشهيد رحمه الله عليه كان يحمل هما كبيرا، فكان من أول الضباط المبادرين أثناء النداء للدفاع عن الوطن ضد الانقلاب الحوثي الإرهابي. وعين قائدا كتيبة الاستقبال في قيادة اللواء 141 رحمة الله عليه، وتم التجهيز وتجهيز الكتايب وتجهيزهم من العدة والعتاد، ثم بعد انطلاق الكتائب لمقارعة فلول الإمامة عين القائد عبد الجليل رحمة الله عليه قائدا للكتيبة الثالثة في اللواء 141. كان شهيدنا البطل القائد قد ترك موائد العيش الرغيد الذي تلهث وراءه النفوس الهائمة في ظل غياب الحياة المقدسة، لا لشيء سوى استجابة لنداء اليمن الجريح حين استغاث به من قلب المأساة التي كوت جموع شعبنا باستبداد الانقلاب العنصري الغاشم. كان لا يكل ولا يمل، كان لا يكل ولا يمل رحمه الله تعالى، كان يلبي النداء وكان من المسارعين إلى ذلك. فكان في من أوائل الضباط الذين أسسوا الجيش الوطني في صحراء الربع الخالي في اللواء 141 بقيادة اللواء هاشم بن عبد الله الأحمر، فكان قائدا للاستقبال المقاتلين وتشكيل كتائب اللواء آنذاك والإعداد والتدريب والتأهيل من أجل الدخول للمعركة للقضاء على الإنقلابيون الإرهابيون الحوثة. وفي نهاية العام 2015 تحرك ضمن اللواء إلى مدينة مأرب ودخول اللواء المعارك من ابتداء من جفة ماس وحتى فرضتنا. كانت المعركة الأولى له من بداية مفرق الجوف، وكان التحرير في يوم 2/2/2016 تم التحرير، وكان من الأوائل لتحرير مفرق الجوف، وبعدها ثم تحرير فرضتنا إلى حتى وصلنا إلى استيلاء المعسكر، معسكر فرضتنا، وهو كان القائد رحمة الله عليه من السباقين في المعركة. المعنوية عند الأفراد عالي جدا، وكل جندي وضابط يقوم بواجب على أكمل وجه، واليمن بعجل، ونحن نطمئن كل اليمنيين بأننا سوف نأمن اليمن ويكون هناك أمن واستقرار، وأن الجيش وطني لحماية اليمن، ولن يتم تفجير بيت أو انتقام من أي شخص على الإطلاق. كان فارسا يحرك بعزيمته الشاهقة سواعد الجيش العميد بقيادته الماهرة والناجحة لمعارك الكرامة والحرية والعيش المتساوي، يمضي على قدم وساق في عدد من جبهات الحرب ضد من دنسوا كرامة الأوطان بمشروعهم الطائفي العنصري الخبيث. كان يعتمد في تحركاته على الأسلوب الهادئ، فكانت حالة حتى على مستوى مجموعة من جماعات لا يناقش لا يزيد لا، كان همه الأكبر هو تحرير صنعاء والقضاء على الإنقلابيون. عملنا سويا وإلى جانب العديد من الضباط، فكان مثالا وقائدا فذا من القادة العظماء من قادة الجيش الوطني، تتصف بصفات عديدة، يتحلى بالجلد والصبر وتحمل كل المصاعب. التحق بالجيش الوطني ممثلا في اللواء 141 قائدا الكتيبة الثالثة
كان رحمه الله تعالى له باع في كل المعارك، ما أن تأتي معركة إلا ويعزز. كان بطل معركة القتب، والأخوة القيادة في الجيش يعرفوا ما معنى معركة القتب في فرضته. مقر الكتيبة طبعا في الحول، منطقة اسمها الحول في فرضته، وكان له إسهامات في ميمنة الجبهة وإسهامات أخرى في ميسرة الجبهة كما ذكرنا في منطقة القتب في وادي النعيمات في فرضته يعني في مديريته. فكان مقاوما مخلصا، سالت دماؤه الزكية على رمال أرضنا الطاهرة المخضبة بدماء الأبطال من الجنود والضباط من أبناء اليمن في مشهد مهيب يجسد مدى التلاحم الأخوي المتين بين الأشقاء الأحرار في أصعب الظروف والمواقف. نتائج المعركة الآن طيبة، وتم تقدم الجيش الوطني واختراق عدو خطوط العدو الأولى، وتم السيطرة على مؤخرات العدو، وأصبحنا الآن مطلين على الخط الأسفلتي الرابط بين صنعاء ومأرب والجوف، وأصبحت المعركة في صالح الجيش الوطني، وإن شاء الله متقدمين بكل خطوات ثابتة. وهناك عدد من القتلى من الحوثيين، وحيث أن المعركة هذه أديرت بحكمة في هذه الجبهة، وتم الاتجاه واختراق السفن الأمامي والخطوط، وتم السيطرة على الغنائم من العيارات 23 24 14.5 12.7، ذخائر كثيرة جدا، وأصبحنا الآن متقدمين بشكل سريع إن شاء الله، وإنهم متوجهين لاستكمال الهدف الرئيسي لاستعادة صنعاء المنهوبة من قبل الإنقلابيين. ونحن نقول للشعب اليمني بأن هذه الحرب فرضت علينا فرض، ولا نكون نسعى إلى حرب أو قتل أو اليمنيين، ونحن نأسف على أن الضحايا كلهم يمنيين. كان له دور في معركة ماس ومفرق الجوف وجبل الكتب ودوة وبرة، ثم وفي معركة الصافح والتي كانت آخر المعركة له. وكان الشهيد رحمة الله عليه يعمل أركان حرب الكتيبة الثالثة ثم قائدا لها، فكان عبد الجليل أبو ذيبة متواجدا في كل مكان، في الميسرة، في الميمنة، في القلب، فأينما كانت المعركة محتدمة كنا نجد عبد الجليل أبو ذيبة. وكان له دور يعني قوي ودور شجاع، وبعدها بعد تم السيطرة على معسكر فرضتنه انطلقنا بقيادة القائد الفذ عبد الجليل أبو ذيبة رحمة الله عليه لتحرير قرية بران، ومن بعدها كان القائد رحمة الله عليه يتوجه لأن كان زاقم الكتيبة، كتيبة الثالثة في اللواء 141 كتيبة مهام، يعني أي تدخل أي معركة أي ذا كان الأول وسباكو.
والحق يثني الجيش وهو رمرم، ويثل حد السيف وهو مهند. لا أمهل الموت الجبان ولا نجا من هو عاش الثائر المستشهد. يا ويح شرذمة المظالم عندما تطوى ستائرها ويفضحها الغد. وغدا سيدري المجد أن أمة يمنية شماء وشعب أمجد. وما معرفتنا الحقيقية به إلا في المعارك الطاحنة والمواقف الصعبة التي كنا نتلقاها جميعا، فكنا جنبا إلى جنب، فكان لا يتوانى أو يتأخر عن أي واجب أو عن أي مهمة توكل إليه ويقوم بتنفيذها. كان يتمتع بروح معنوية قتالية عالية، استطاع أن يكسب أفراده وقادته على المستويين الأدنى والأعلى. هذا اللواء الذي قدم كثير من الشهداء من أجل الوطن، والذي دحر هذا الميليشيات من على أبواب مأرب حتى وصل إلى أبواب صنعاء. فالشهيد عبد الجليل كان أحد أبطال هذه المعارك من أبواب مأرب حتى لقي ربه سبحانه وتعالى على مشارف صنعاء. وإن شاء الله مع هذه الدماء والشهداء التي تم سقوطهم في رمضان ما هي إلا بشارة، بشارة نصر، بشارة لطرد الميليشيات من العاصمة صنعاء بإذن الله تعالى. عاش شهيدنا القائد البطل حياة كلها بطولة ورجولة، مع رجاح عقل وحكمة جمة وفطنة وذكاء، واضعا نصب عينيه البطولات الجسيمة التي قدمها أسلافه في ثورتي سبتمبر وأكتوبر، فعمل كل ما يستطيع للحفاظ على أهداف الثورتين، وبذل كل شيء، ماله وجهده وفكره ووقته ودمه الطاهر الزكي، ليسلم هذه الأمانة الثورية للجيل الذي يليه، وليتحمل الأجيال من خلفه أمانة أهداف الثورة والقتال لأجلها والموت في سبيل الله والوطن إن تطلب الأمر ذلك. كان رحمة الله عليه قائد تحرير معركة الكتب والاستيلاء عليها والسيطرة عليها، وكذلك تشارك مع الزملاء في تحرير الصافح، صافح ضبوعة والميناء دوة، معركة دوة والحمراء، وعدد من المواقع التي لا نستطيع أن نذكرها في هذا المقام. تميز الفريق بصموده وثباته، شارك في أكثر من معركة. الشهيد تميز بثباته في خوض المعارك الشرسة وجبالنا، ولا نستطيع أن نعبر عن مواقف الشهيد العقيد عبد الجليل أبو ذيبة، فيعد رجلا يقتدى به ونعاهده بأننا على دربه سائرون. مهما تكلمنا عن الرجل هذا أو القائد عبد الجليل أبو ذيبة لن في حقه، لكن رحمة الله عليه فكان في الصف الأولى قاتل واستشهد رحمة الله عليه وهو يؤدي واجب على أكمل وجه في سبيل الدفاع عن الكرامة وعن الأعراض وعن الدين، ونال الشهادة وبلغه الله تبارك وتعالى الشهادة بحق وحقيقة. وما عرفنا هذا الرجل إلا أب للجميع من أول تأسيس اللواء، وهو الأب المستقبل لأبناء اللواء 41، فحقيقة كان له الدور البارز. أعرفه منذ ما يزيد على 18 عاما ورفيق درب في كل المجالات، في مجالات الخير وفي مجالات النضال في الجانب السياسي وفي جانب الثورة السلمية، واليوم يلقى الله عز وجل شهيدا في مواقع الشرف ومواقع البطولة والإباء في صافح نه، بعد أن بذل وضحى وقاد الكتيبة الثالثة في مفرق الجوف وفي ماس وفي كل المواقع، وما من هجوم إلا ويكون
الشهيد عبد الجليل أبو ذيبة في المقدمة فضل معركة القثب، وكان غيور على دينه ووطنه. الله سبحانه وتعالى أكرمه بهذه الشهادة، هذا شرف لقبيلة خارف وشرف لأبناء الجيش الوطني ولأبناء اليمن. فعلا هو خسارة، ليس خسارة على عمران فقط، إنما خسارة على الجمهورية اليمنية من أمثال هؤلاء الأبطال العظماء الذين إن شاء الله سوف يخلدون التاريخ ويكون قدوة للأجيال القادمة. نظر شهيدنا البطل مع أفراد كتيبته وقاتل قتال الرجال الأشاوس ضد أقدر عصابة دموية في التاريخ، فتحت ادعاء الاصطفاء الإلهي الكاذب، وارتكبت هذه العصابة الإجرامية أبشع الجرائم الإنسانية التي لا تقبلها كل أديان العالم ولا أعرافه. كان في الصفوف وفي المقدمة في المعارك، في كل معركة ليس منهم معركة إلا وهب إليها كالأسد في الميمنة أو في الميسرة أو في الكلب. رحم الله الشهيد العقيد الجليل أبو ذيبة، فقد كان له دور في عدة معارك وانتصارات، وكان له دور بارز ليس من معركة إلا وهب إليها. نسأل الله أن يدخله الجنة. ومن كان معه من الشهداء محمد أبو هادي وحمير الزعكري، الله يرحمهم جميعا، فقد ناظروا وأدوا الواجب بكفاءة. العقيد عبد الجليل أبو ذيبة قائد الاستقبال في اللواء 141 الذي استقبل معظم المؤيدين للشرعية الذين كانوا النواة الأولى للجيش الوطني منذ شهر يوليو 2015. العقيد عبد الجليل أبو ذيبة كان المستقبل والمدرب والمربي لعدد كبير من الكتائب التي لا زالت حتى اليوم تخوض الكثير من المعارك في معظم الجبهات. العقيد عبد الجليل أبو ذيبة ورفاقه الشهداء خاض جميع المعارك في صف الشرعية، ابتداء من مفرق الجوف ومعسكر ماس، وصولا إلى فرضة نهم والتبة الحمراء والقتب، وأخيرا في الصافح حيث لقي الله عز وجل شهيدا. نسأل الله عز وجل أن يتقبلهم وأن يلحقنا بهم شهداء. الرابع من 4 يونيو 2017 ميلادية اشتاقت نفسه التواقة للخلود، فسطر أروع الأمثلة في الشجاعة والاستبسال ضد هذه العصابة المارقة في معركة حامية الوطيس في جبل الصافح بفرضة النهم، فصمد صمود الجبال وقاتل قتال الأسود الضواري. كان أيضا يمثل استطلاع وهجوم، ويعني في يوم استشهاده قام برحلة استطلاع قصيرة حول المواقع، وأصابته عبوة ناسفة ومع اثنين من مرافقيه رحمه الله تعالى. عبد الجليل مهما تحدثنا عنه لا نستطيع أن نعطي حقه في صفات الشخصية وأخلاقه وإيمانها القوي، إيمانها القوي بالله سبحانه وتعالى، وإيمانها القوي بالمعركة المصيرية لليمن. فكان من الطامحين لتحرير الوطن وإنقاذ من هذا الانقلاب الإرهابي، ولكن مشيئة الله أرادت لهذا أن يستشهد. رحل عنا في 2017 رحمة الله عليه، ويعتبر عبد الجليل أبو ذيبة أحد القادة من أبناء قبيلة خارف خاصة وأبناء قبيلة عمران عامة. و
الكلام عنه لا يتسع المجال. حتى لقي الله تعالى مقبلا غير مدبر، حتى رصع الأرض بدمائه الزكية رحمه الله تعالى رحمة الأبرار، وتقبل الله شهيدنا البطل في شهدائه الأبرار، ورحم الله كل شهداء الحرية الأفذاذ. الخلود للشهداء، والتحية اليمن حرة وعزيزة. لقد نذر الوالد نفسه شهيدا في سبيل الدين والوطن، ونحن نعاهده بأن نحن على دربه سائرون وماشيين على الطريق الذي رسمه بدماء الزكية وتحقيق الأهداف السنتبرية واستعادة العاصمة صنعاء، والرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية للأسرى والنصر للوطن والخزي والعالم لشيئة الحدود الانقلابية. نسأل الله سبحانه وتعالى له الرحمة الواسعة والقبول، وأن يرحم جميع الشهداء، إنه ولي ذلك القادر عليه. نسأل الله له الرحمة والغفران، ولجميع أبناء شهداء الجيش الوطني في شمال الوطن وجنوبه وشرقه وغربه في جبهات القتال، نسأل لهم الرحمة والغفران، والشهداء عن الأبرار وللجرحان الشفاء العاجل، والأسرى فك أسرهم، والنصر للوطن. تحت